اسمي فاطمة الحربي، للأسف أعطوني موضوع صعب، تحديات اللغة العربية في ظل اللهجات الحديثة للتغيير اللغوي. هاي لمحة سريعة عن المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها اليوم إن شاء الله، وسامحوني إن أنا قاعدة أتكلم بلهجتي المحلية. أنا أساس من عندي مشكلة باللغة العربية. بنعطي لمحة سريعة عن اللغة العربية بشكل عام، وبعدين إن شاء الله بننتقل للهجات المحلية واللغة العربية. بنمر مرور سريع على ويكيبيديا عربي، لأنه ما شاء الله بنعطى الكثير من الأخوة عرض ومعلومات مستفيضة، وهذا من عيوب إن أنا برزنتيشن ما في آخر شيء، فبتملوا مني. بعدين بنتكلم عن صفحات اللهجات المحلية وبنناقش ونشوف الريزلتس. اللغة العربية هي لغة التخاطب في الوطن العربي وبعض البلاد الثانية، اللي هي مثلا تدين، مش بس انها الدين بالدين الاسلامي، كمان اللي هي عندها القرآن ككتاب سماوي يمنويل، يحاولوا انهم يتعلموا اللغة العربية على اساس انهم يفهموا القرآن ويستخدموه في العبادات، الى جانب انه في بعض الناس عندهم اهتمامات في الوطن العربي كدراسات او انهم لهم اعمال، سواء كوظائف او كاعمال تطوعيه يتركون لتعلم اللغه العربيه. هذا هو اساس اللغه العربيه. وفي 4400
للأسف فعالين أكثر مننا بالرغم من إحنا عدد سكاننا جدا كبير لكن غير فعال. المشكلة اللهجات المحلية. الآن إحنا للأسف عندنا ضعف في التدوين العربي. نفاجأ إنه فيه لهجات محلية تبدأ إنها تنشئ صفحات خاصة فيها وتبدأ إن هي تكون أكتب عليها. من أبرز الصفحات اللهجة المصرية. طيب هذه الويكي مصري. أوكي. بنشوف إن فيها 13,000 مقالة. وthey are active ما شاء الله. بادين أكثر من صفحة في الويكشنري بعد. بادين شغالين عليه الإضافات والتعديل أو فعالين ما شاء الله عليهم. طيب الحين أنا شخصيا لما قعدت أفكر في الموضوع قعدت أقول هل إن إحنا نقدر نخلي الصفحات العربية تسير جنبا إلى جنب مع صفحات للهجات المحلية؟ بالنسبة لمشاريع مثل مشروع ويكي كيدز أعتقد إن هذا يدعم هذا، لكن بالنسبة لنا إحنا في اعتقادي الشخصي ما أعتقد، لأن الشخص اللي هو مرتاح على لهجته المحلية بيستمر إنه هو يستخدم لهجته المحلية، وما عنده استعداد إنه هو يطلع من دائرة الراحة اللي هو عايش فيها. في مقالة مطولة كان للدكتورة ليلى خلف السمعان كانت اقترحت عدة اقتراحات، كانت تقول في الاقتراحات أو التوصيات اللي هي للبحث اللي هي عملته تفصيح اللهجات المحلية على الإعلام. في إعلاميين كثير يرفضون رفضا باتا إنهم يتكلموا باللغة العربية الفصحى لاعتقادهم الخاطئ إن لو الإنسان تكلم الإعلام يتكلم باللغة العربية ما حد بيفهم. لا بالعكس، كثير من الناس البسطاء اللي هم ما عندهم تعليم عالي جدا جدا يفهم لك إذا أنت تكلمت معه باللغة العربية الفصحى. إعادة النظر على المناهج، هي في اعتقادها إن إحنا لازم إحنا نشوف المناهج ليش تنفر الأجيال الجديدة من اللغة العربية. هو فعليا يعني وحدة مثلي كانت عندي أبلط لغة عربية الحمد لله. طيب فهذا خلاني فعليا إن أنا صرت أنفر من اللغة العربية واتجه للإنجليزية أكثر. وللأسف صح إن أنا أحب القراءة بالعربي، أحب إن أنا أستخدم اللغة العربية في الكتابة وكل شيء، لكن ضعيفة في النحو. رفع مكانة المتخصصين في اللغة العربية، يعني أستاذ دكتور اللغة العربية المفروض ياخذ راتب أكثر من دكتور اللغة الإنجليزية. استخدام اللغة العربية في اللقاءات الثقافية والتدريس والمحافل التربوية أو العلمية وخلافه. هاي أنا أشوفها شوي صعبة بسبب أن في بعض الحضور ممكن يتكلم لغة ثانية، فممكن نحن نعمل شيء حل وسط. لأن لسه إحنا مجتمع جديد، لو إن إحنا مجتمع أقدم شوي ممكن إن إحنا نعتمد اعتماد كلي على اللغة العربية، لكن ممكن إن إحنا نكون dual language نكتب في الباك جراوند مثلا بالإنجليزي أساس الناس اللي تكون موجودة حاضر معنا تكون مرتاحة تتابعنا تشجعنا تعطينا guidelines إذا إحنا توجيهات إذا إحنا أخطأنا المسير أو شيء. إبراز المتكلمين باللغة العربية، إحنا اللي يتكلم باللغة العربية الفصحى نطلع عليه نكتة. النظر بعمق في مسببات العزوف عن اللغة العربية، شو رأيكم؟ شو هي المسببات عزوفنا عن الكتابة باللغة العربية؟ يعطيك العافية يا فاطمة. أنا بس شوية عندي نظرة مختلفة إنه لا أعتقد إنه في أصلاً عزوف عن اللغة العربية. يعني
أكثر من حجمه. طيب إحنا الناس البسطاء أو الناس هذه الكل يتفرج الجزيرة والعربية والإخبارية، الكل القنوات هذه تتكلم بالعربية الفصحى وتعرض موادها بالعربية الفصحى والكل فاهم عليها. وحتى مثلا في لقاءات مثل ويكي أريبيا أو في لقاءات لما كنا نلتقي في ويكيمانيا، الكل لما يتكلم عربي فصحى لا يوجد أي شخص من أي دولة لا يفهم العربي الفصحى. وموضوع الويكي مصري أو الويكي بحريني أو التونسي أو الجزائري أعتقد هو مجرد من باب خالف تعرف. يعني في البداية الموضوع ألمنا جدا إنه الجهود هذه مثلا 13,000 مقالة، لو كانت هذه الجهود مبذولة في ويكيبيديا العربية التي نحن بأمس الحاجة إلى أقل عدد من التعديلات فيها، يعني كان ممكن يؤدي إلى فرق من نوع كبير. ولكن بعد فترة يعني تلاحظين إنه لا، الموضوع مجرد إنه في رأيي الشخصي يعني في مقولة الأميت الباطل بتجاهله. يعني الويكيبيديا المصرية لم ولن تبقى إلى مستوى الويكيبيديا العربية، ولا ناقش الناس مهتمين بالويكي المصرية ويحررون في ويكي المصرية ويعطون جل وقتهم. الناس مؤمنين بقضية ويكي مصري، قابلناهم في هونغ كونغ وحججهم ضعيفة. حججهم أننا لسنا عربا، اللغة التي نتكلمها ليست عربية، نحن نتكلم المصرية التي هي مزيج من الكلمات القبطية والكلمات التركية والكلمات العربية، نحن لسنا عربا. هذه الشريحة هي تشبه أي شريحة توجد في أي دولة أوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية. كل مجموعة تريد أن تبرز نفسها تأتي، وويكيبيديا كمؤسسة لا تستطيع أن ترفض، هناك عدد معين من الناس. ولكن في رأيي بدل من مش محاربتهم يعني إعطائهم هذه الأهمية، في رأيي اللغة العربية إحنا ما شاء الله الحضور الكريم، يعني في ناس شفنا شباب 15 سنة وفي من كل الفئات العمرية وغير اللي هم لم يستطيعوا أن يحضروا، الكل يكتب باللغة العربية الفصحى والكل يتعامل بالعامية، نحن كلنا نتكلم العامية، ولكننا كلنا نكتب بالعربية الفصحى ونقرأ بالعربية الفصحى، وعندما نتفاهم مع شخص بلهجة مختلفة نتفاهم بالعربية الفصحى. ففي رأيي العربية نعم نستخدم الإنجليزية في العمل، نستخدم الفرنسية في العمل. اللغة العربية ليست كما كانت قبل 100 عام أثناء الحكم العثماني، ولكن ليست الحال بهذه المأساوية في رأيي شخصي، أو ليست مزرية بهذه الطريقة. الشباب من أعمارنا ما شاء الله في شباب عددهم كبير جدا يتكلم، بالطبع سترى ناس حتى في أمريكا لا يتكلمون الإنجليزية الصحيحة، يتكلمون الإنجليزية العامية، لا يستطيعون أن يكتبوا باراجراف. فأعتقد أن هذا الشيء موجود في كل لغة والأمل كبير. السلام عليكم. هو لما سمعت انك تقولي لي اللغه اللهجات التي صرحت هي لا هو الناس تتكلم لهجات بصفه طبيعيه. نحكي لك قصة. في أنا لما كنت أبحث في اللهجات كنت أبحث في اللهجات، هو المراجع التي عندنا عن اللهجة الجزائرية من قام بها وكتبها وحررها، هم في وقت الاستعمار الفرنسي للجزائر كان هناك فرنسيين هم من دولوا قواميس وقاموا ببحوث حول الكلام والمدون. شو احنا مهمتنا هو ليس الحكم على اللهجة اللي يجب ان تكون وتدون او ترقمن او تدخل في رقمن. نحن المهمة التي لدينا
أعطيك مثال مخترع ديناميت الذي اخترع الديناميت الذي نوبل ألفريد نوبل لو كان هو كان يعلم بأن التفجيرات عندها ضرر لكنه واصل في الاختراع. احنا نعلم بأن التدوين هذا والرفع اللهجات مثل الجزائرية واللهجات الأخرى ستلاقي معارضة وعندها اتجاهات سياسية. احنا نعلم هذا حتى في الجزائرية يقول لك ان اللهجة الجزائرية عندها هي مجيز مزيج من اللغة الفينيقية القديمة والرومانية واللاتينية وكثير من الكلمات الأمازيغية. نحن نعلم هذا ولكن مهمتنا ليس الحكم. نحن كمدونين سوف ندون ونترك هذا هو في الحقيقة الهدف نتاعنا للأجيال القادمة. لما يجي الباحثون العلماء يبحثون فيما كان يقال في هذاك الزمن انت فكري منا على 100 سنة منا ونقول على 1000 سنة أمام من كيف نبحث لو لم إذا لم ندون هذا ونرفع هذا في الرمان. لا يجب أن نحكم على شيء. أنا ليس هدفي أن أنشئ لغة جديدة وأسميها الجزائرية. هي أصلا تنطق والناس يتعاملون بها في كل يوم. أنا لا أريد أن أنشئ دروس في الرياضيات باللغة الجزائرية، لا، أنا أريد أن أرفع الموجود فقط. هناك منحنيات بيانية لتطور التدوين في الموسوعات. أنا أعرف أن ربما اللهجة المصرية سوف لن تتجاوز ربما 100,000 مقال. أنا هذا ليس هدفي أن أرفعها إلى 4 ملايين وقال، ولكن الهدف هو تدوين ما هو موجود بدون الحكم على أو إعطائه اتجاهات سياسية. هذا هو الهدف. نعم.
محللين لن تجد واحد يحرر في الويكيبيديا الفرنسية واحد يحرر في الويكيبيديا العربية. السلام عليكم. في هذا المجال في نفس السياق تاع الكلمة وبعد في مجال مطول للتفسير لكي نمشي في نفس السياق. أنا عملت على اليوزرز يعني تاع الويكيبيديا المصرية وريت الإيدة تاعهم في العربية. لقيت انه 1 2 6 they are still active in Arabic but all the rest اللي هما 249 6 243 لا ولا عدد اقل من 50 edit في العربية. يعني هذا ما يمكن البيونير الذين بدأوا قبل الويكيبيديا المصرية وعملوا، لكن حتى ولو ذهبوا في الويكيبيديا المصرية هم ما زالوا أكثر في الويكيبيديا العربية لأنهم قاموا بمجهود فيها ويحبوا في محمود المصري والجعفري ومنو 25 بزيلو أكثر حتى الآن في ويكيبيديا العربية. أريد هل في مجال لو 100 مقالة في اللهجة الثانية لا في إشكال آخر the articles themselves يعني المجال اللي يكتبوا فيها معنى سياسي عميق يعني فيها تأويلات قبل التأويلات. لذلك إذا كانت تعملت في الويكيبيديا العربية يمكن تسبب إيديتوار يعني يمكن تسبب حروب لأنه كاتبين اللغة المصرية الحديثة في الويكيبيديا العربية. لو يكتبوا اللغة المصرية الحديثة ويعملوا أرتيكل ممكن تسبب مشاكل عديدة. أكثرية المقال 13,000 مقال أكثريتهم غير قابلة لكي تكون في الويكيبيديا العربية غير قابلة. يعني الحين الدرجات المحلية المفروض نسمح لها على أساس تتكلم بالسياسة أو تدخل مواضيع على راحتها. يعني إحنا نريد إثراء المقالات العربية إن جنرال مش في سيكتور معين. طيب ما نبغى نحصر نفسنا في اللغه العربيه مع ان انا مؤمن انه اللهجات المحليه تاثر على اللغه الام، لكن خلينا ننظر لها يعني بنظره اوسع. في اي لغه في العالم مو بس خلينا نتكلم عن العربيه كمثال ونفس الشيء طبق على اي لغه ثانيه. متى نسمح انه اللهجه المحليه تكون نسخه منفصله؟ من وجهه نظري انا اذا كان المجتمع اللي يعيش في نفس المنطقه مثلا نقول العربيه الجزائريين 100,000 200,000 جزائري ما يفهموا اللغة العربية من الأساس ما يقدروا يقروا اللغة العربية، في هذه الحالة ممكن نحن نقول والله وجود اللهجة المحلية شيء أمر يعني مقبول لأنه في ناس انحرموا من النولج بسبب أنهم ما يجيدوا لغة. هذا الشيء ممكن نحن نسمح فيه، لكن لما يكون في ناس زي إحنا كل دول عربية ما في دولة عربية ما أتوقع أن في دولة عربية تتكلم اللهجة الفصيحة في التعاملات اليومية ولا دولة عربية. حكاية إن هي كتير بقى نسمع ليست قوائم بالأخطاء اللغوية شائعة وقول ولا تقول. أنا شخصياً شايفة إن المنهج ده في التعامل مع العربي ونحن نحاول نلقى العربي غلط. نحصل الصفحات باللهجات المحلية موجودة بس في نفس الوقت لا تؤثر على الصفحات العربية وإثراء المحتوى العربي بشكل عام. سمير طلب هل يوجد ما يثق في وثق فيه من مصادر باللغات أو اللهجات المحلية؟ سمير في عندنا في الجامعة زملائي بيدرسوا سيكولوجي
السيرفي تبعهم بيكون باللهجة التونسية، يعني يطلعوا برا للشارع ويسألوا العالم بتكون باللهجة التونسية. لما سألت ليش قالوا لي إنه أغلبية الناس ما بتفهم الفصحى. استغربت كتير عشان كل العالم بيقرأ الجرائد بالفصحى، بس في كل السيرفيز عاملينه باللهجة التونسية موثقين. كان حل ثاني فيها مثلا نعملوا كاتيجوري لكل المقالات اللي في الويكيبيديا المحلية اللي غير موجودة في الويكيبيديا العربية، اللي كان يدخلوا لهم الناس في الزمن سبيسيال بيجوس ويترجموهم باللغة العربية. نوعا ما ما في خطأ
تقليدي او خطا علمي في الموضوع وهو اكسبتد ذا. اعتقد لا لا نسألك سؤال، نعطيك سؤال ليك. تقول لي في الويكيبيديا العربية، ويكيبيديا العربية ما تعطيها. ويكيبيديا العربية هل هي تعتمد إلا على المصادر العربية؟ سؤال جيد، سؤال جيد. فيها مصادر بالإنجليزية. بطبيعة الحال. حتى بالدارجة نقدروا نستعملوا المصادر العربية، باش يشوفوا الناس باللغة الفصحى، من تحت بلي نستعملوا العربية الفصحى. أو نستعملوا بالمصادر الفرنسية، أو بالدارجة. وين المشكلة؟ لا ما في مشكلة. إذا في مصادر خلاص. ولا يهمنا المصادر. المهم تكون مصادر. هذا المهم يكون مصادر. عندنا 3 دقائق. في إمكانية نكتبوا في البانر فوق ونقولوا كل جملة من تتعدى البخاش يعني ما تتعدى من جملة إلى أخرى إلا ما تكتب المصدر يعني ما تتخلص من فكرة إلى فكرة إلا ما تكتب المصدر وراء المصدر يكتب بريف كذا اللغة كذا. كذا entre web كل شيء معناتها يعني تكتب الفورمات كاملة فوق البند فوق يعني الإمكانية موجودة الحالة التقنية موجودة اللي يحب يا لا أعتقد أن مشكلة المصادر اللغة الدارجة هي المشكلة الأساسية أنا بس بالنسبة لبشندر قال إنه الهدف من إنشائها هي الحفاظ على التراث ماذا؟ ولا أعتقد أن ويكيبيديا هي الوسيط الملائم لهذا الهدف. أما بالنسبة لأنه بتضوع وقتك بالوقت اللي ممكن تستعمل التحريف في ويكيبيديا العربية برضه الواحد يعني عنده توجهاته الخاصة يعني ممكن هذا يعمل بأوبن ستريت مابس برضه الوقت اللي يقضيه بأوبن ستريت مابس هو يعتقد انه شيء مهم ممكن يقضيه بتحرير ويكيبيديا العربية والإضافة إليها فإذا بعتبره انه شيء مهم والحفاظ على التراث شيء مهم التراث الشعبي والمحلي ولكن ويكيبيديا لا أعتقد انها الوسيط الملائم لهذا الهدف شكرا انا جست تسائل الويكي اللهجات ويكي الويكيبيديا المحليه شباب لهجات الدول واللهجات في وسط الدول هذه كيفاش تكتب مثلا احنا في تونس مش نكتبوا بالتونسيه العاميه تونس العاصمه ولا بتاع الجنوب ولا بتاع الشمال الغربي هذا اولا هذا يفسر علاش احنا مش ويكي كندي فرنسي ويكي كندي فرنساوي ويكي انجليزي امريكي ويكي انجليزي انجليزي أنا مش هشاعت لا الحل هذا كان ناقشنا مع بعضنا في الجزائر يعني على الحكاية هذه ووصلنا اتخذنا قرار أنه نعمل مثلا كيف السويتش لانجويج بس السويتش ديالكت نحط مثلا كل كلمة باللهجة مثلا القسنطينية أو الوهرانية أو نعرفنا البدنية وأي واحد يدخل مثلا مدينة باتنا يضغط على السويفت سويتش ديالكت باتنا يخرج له الارتيكل بال سوي العربية بالمرة معنا احنا عملنا حاجتين عملنا عملنا حاجة آخر عملنا الأورتوغرافي كونفيشنال الأورتوغرافي that can be pronounced by all varieties of the generic يعني نفس البرتوغرافي اللي يستطيع انه يتقوه يتغير في قواعد 29 قاعده كتير يعني صح هي 29 قاعده هي تحدد طريقه النطق ويكي كده يعني هذا هو حل يعني ليس الحل في الكتاب هناك حتى في المفردات مفردة فيها شيلة عندها المعنى المختلف أو انتهى سأكون ديكتاتورية انتهى الوقت
النقاش نتركوا توصيات؟ نعم توصيات شكرا فاطمة يعطيك العافية بلهجتك ليست بلهجتنا